السلام عليكم. في الوصفة ديال اليوم غادي نشوفو لينيم او فروماج بالطون. الوصفة ديالنا غادي نحتاجو الهريسة، الزعتر، بواطة ديال الطون، بواطة ديال لافاج كيري غناخدو منها غير 8، و جبلي وحدة كلها، و كيري، و شوية ديال الابزار. واللي بغا يدير فروماج حمر هذاك حتى الاخر منين غادي نكونو كنلويوهم غادي ناخدو فروماج حمر غابي، ولكن غير اللي بغا زعما يزيد اللي كيعجبو المذاق ديالو. غادي نبداو نحلو الفروماج ديالنا على بركة الله. بعد ما نكملو الفرماج ديالنا كله غادي نبداو نمعكوه. فاش غيولي داك الفرماج ممعوك غادي نزيدو له جبلي. معك مزيان باش داك الفرماج يتخلط مع بعضياتو. دابا غنزيدو الطون. حلو لك؟ لا حلا الخوان. تصفيو من الزيت. من بعد ما المكونات ديالنا كتجانس مع بعضياتها غادي نزيدو شويه ديال الابزار والزعتر وشويه ديال الهريسه. ما نديروش الملح لحقاش الفرماج مالح. واقيلا راه نديرو الزعتر. هريسان و شوية ديال الابزار. شوية ديال الابزار. هادي هي لافارس باش غادي نعمرو. دابا غادي ندوزو للمرحله ما قبل الاخيره اللي هي غادي نديروهم في الورقه. الورقه كنجيبوها ديجا واجده كنشريوها كنبداو نلويو. غادي نوريكم هاد المرحله حتى هي. غناخدو الورقه غنقسموها على جوج. ومن بعد نقسموها عاوتاني على جوج بحال غتقسم على ربعة. وغير
نبداو نعمرو. نزولو على هذا الشكل. من بعد ما كنكملوا كاع الورقه ديالنا بالتعمار غادي نبداو نجمعوهم بهذا الشكل. غادي نحطوا واحد الطبقه ونديروا السلوفان وعاد نزيدوا الطبقه الاخرى باش ما يلصقوناش مع بعضياتهم. بعد ما كنكملوا بجميع ديال الانام كنديروهم في الطويصه وكنخشيوهم في المجمد. فاش كنحتاجوهم كنجبدوهم واما كنقليوهم اما كندهنوهم بزويته ولا بالزبده وكنديروهم في الفران. وشهية هي طيبه ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. في امان الله وحفظه ورعايته.